بسم الله الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناه عرب دير لينكس. معنا درس جديد من دروس الدبيان. اليوم راح نتكلم عن طريقه استخدام اللي هو المستودع الاوفلاين. تمام، كيف تنزل مستودعات البرامج على جهازك كامله، اللي هي مستودعات المستقره الخاصه بالدي في دي. طبعا انتم عارفين الدبيان له، اذا جيت حمله يجيك تقريبا 3 دي في دي، والرابع طبعا تحديث، الرابع على جنب. راح اتكلم اليوم عن الثلاثه، اللي هي دي في دي 1، دي في دي 2، دي في دي 3. كيف نقدر نستخدمهم؟ ايش الفائده من الحركه هذه؟ الفائده انك تحمل برامج بسرعه بدون ما تقعد تنتظر الانترنت ينزل لك البرامج. تمام، الاجهزه اللي تستفيد من الشغله هذه: واحد، جهاز بطيء انترنت، جهاز ما عنده انترنت، او ممكن اجهزه بمعامل او اجهزه مدارس او الى اخره، فبيطول التحميل والى اخره، فاحسن شيء يكون جاهز الاسطوانات. النقطه المهمه اللي قبل ما نبدا به هي انه مو كل البرامج اللي موجوده بالمستودعات الحصله بالدي في ديات، لذلك عندنا طريقه ثانيه راح نتعامل معها. لكن 90% من البرامج، او نقول 100% من البرامج المهمه موجوده، برامج المكتب الى يعني الواجهات، كل حاجه موجوده بالاسطوانات. لكن احيانا تلقى حزمتين ثلاث موجوده، راح نشوف طريقه التعامل مع الغير موجودات. الحين خليكم معي، خلينا نشوف شلون ضبط الامور. طبعا اول حاجه تسوي انك تحمل الاسطوانات. تمام، الموقع هذا هو زي ما انتم شايفينه، موقع الدبيان. انا احط لك رابط الصفحه هذه اللي هي debian.org/cd. تمام، انا بالنسبه لي افضل انك تحمل دي في دي، وايضا يكون تورنت. ليش؟ لانه بدل ما تحمل اسطوانات ايزو كثيره وما ادري ايش، حمل 3 دي في دي وخلاص. تمام، طيب اضغط على الدي في دي اللي هو البيت تورنت عشان تحملهم تورنت، اذا تبي تحمل مباشر من هنا. لكن انصحك على الدي في دي لان راح يطول، فاترك التورنت يتولى موضوعه. ادخل على التورنت، اختار نوع المعالج، ان هذا نوع المعالج حقي. ممكن تختار 64 انت اذا كنت والله واحد من هذولي اللي ما اعرفها، انا ممكن تجربها. اوكي، حملها لهم 1 و2 و3. بعد التحميل حطهم باي مكان تبي، انا حطيتهم عندي بمجلد معين بالنظام، راح نصلح راح نشوف موضوعه. تمام، المجلد عندي الله يسلمكم موجود هنا. لو اننا حبينا نستعرض الملف الموجود، نسوي سي بي مثلا كنسخ. تمام، اي تي سي، عفوا مو بي تي سي، انا حاطه بالام ان تي SDA 3 نجيب بعدين ايزو. تمام، ديبيان، هذه اسطوانات الديبيان اللي عندي الثلاث. تمام، يهمني اني اخذ المسار كامل، هذا اهم شيء، اخذ مسار الاسطوانه كامل بحيث اني ما اغلط بعدين. طبعا هذا دي في دي 1، اوكي هذا الدي في دي 1، راح انسخ المسار هذا كامل وخليه معي، هذا اهم شيء، لانه الباقيات مجرد يتغير الرقم هذا. طيب خلصنا الحين، اخذنا المسار، ايش راح نسوي؟ راح تنشئ مجلد جديد بالنظام بحيث انك توصل الايزو بشكل وهمي على انه هو الاسطوانه، فبدل ما انك تدخل الاسطوانه كل مره تحب تحمل برامج، وصل الثلاث مع بعض كله بالنظام وريح راسك. كيف نقدر نسوي الشغله هذه؟ بسيطه، اول شيء تسوي مجلد جديد MK داير، طبعا ممكن تحطه باي مكان، ممكن تحطه عندك بالهوم، اذا تبي بالهوم ما عندك مشكله، انا ما حطيته بالهوم، حطه ورا الهوم مجرد يعني هلوس شوي، فممكن تحطه باي مكان. سودو MK داير، اوكي انا حاطه وين؟ ال MNT ديبيان هنا. ممكن انك تسمي اي شيء، ممكن تسميه دي في دي 1 مثلا، انا مسمي ايزو 1. اوكي، راح تسوي لهم 3 2 3. اوكي، ال اس طبعا، لا مو بهذا، انا بدخل على سي دي ام ان تي ديبيان ال اس زي ما انتم شايفين، هذا هو اللي يهمنا. طبعا انا حاليا موصل بالايزو 1 2 3، لكن احنا بمجرد نشوف اننا سوينا مجلدات. وبعدين استاذي بسيط الموضوع. الان بعد ما انك سويت المجلدات الثلاثه، راح ندخل على سودو نانو اي تي سي اف اس تاب، اوكي انتر، راح ادخل على الملف هذا. الملف هذا هو المسؤول عن رابط الاقراص الصلبه او اي قرص موجود بالنظام او اي ميديا بالاصح بالنظام. كيف تقدر تسوي الحركه هذه؟ طبعا هذا ما ليه حاجه الحين، اللي عليك تسوي انك مجرد تنسخ وتلصق. انا حاط لك الاوامر هذه تحت عندك بالوصف. تمام، كيف تقدر تزبط امورك؟ تمام، عندك الله يسلمك، عشان اشرح لك الفكره ايش هي. هذا مكان الايزو، لاحظ ان هذا مكان الايزو الاول اللي احنا قلنا انسخ. تمام، هذا هو، راح تجيب المكان الايزو بالنص وتحطه هنا. اوكي، بعدين نقطه التوصيل، احنا سوينا دي في دي 1، تحط نقطه التوصيل دي في دي 1، وبعدين راح توصله على انه ايش؟ على انه اسطوانه، مو على انه دي في دي او على انه قرص صلب. تمام، راح توصل على اسطوانه بالشكل هذا. طبعا زي ما شايفين الاقراص الصلبه فوق توصل اكس تي 4. عموما انت تحطه باخر الملف تحت، ثم حط 0 0. لا توجع راسك، اذا حاب انك تخلص بسرعه انسخ ولصق وغير المكانات. لا تنسى تغير انه هذا ايزو عندي 1، انت حط دي في دي 1، دي في دي 2، دي في دي 3 زي ما هو مكتوب هنا، ولا تنسى تغير المكان هذا. الان بعد ما انك سويت الشغله هذه، اطلع من هذه عن طريق كنترول اكس، وبعدين حط حرف واي علشان تحفظ، انتر، حفظنا. وبعدين الان باقي نقطة مهمة اللي هي تعديل السورس ليست. سودو نانو اي تي سي ابت سورس ليست انتر، اوكي
لاحظ السورس ليست عندي. السورس ليست بشكل عام هي الاونلاين هذه، اوكي. اذا حاب تستخدم اللي هي الاوفلاين الايزو لازم تطفي الاونلاين، اوكي، بالشكل هذا. اوكي، راح نوقف الاونلاين كامل. طبعا كيف تعرف ان اونلاين؟ لانه يبدا بال HTTP رابط موقع، تمام. راح افعل هذه الثلاثة اللي تحت، اوكي. الان صار عندي اللي هن ايزو 1 ايزو 2 ايزو 3. الان نسوي كنترول اكس واي انتر. الى الان ما في شيء موصل، اعد التشغيل علشان يتوصل النظام. بعد اعد التشغيل لازم تسوي ابديت، سودو ابت ابديت، بحيث انه يجيب المعلومات من الاسطوانات. لاحظ سرعه الابديت الان علشان نختبر، بس ممكن نجرب ننزل سودو ابت جيت انستول ليبر اوفيس اوفيس كي دي اي مثلا، انتر. طبعا هذه مثبته، خلينا نجرب رايتر برضه مثبت. ايش عندنا؟ شيء مثبت. امبرس برضه مثبت. خلينا نشوف شو موجود اصلا. ليبر اوفيس هيلب مثلا، كندي مثلا، اوكي، كله مثبت مو بكلام هذا. طيب خلونا نجيب شيء مو مثبت. ليبر اوفيس، لا ليش ليبر اوفيس، خلينا نجيب ليلو مثلا، اوكي، حط واي انتر. خلاص طلعت اوكي، خلص تثبيت ليلو زي ما انتم شايفين. ما يحتاج انه ياخذ فتره طويله ويجيب من الانترنت و يشتغل. طبعا راح تتعامل مع البرامج بشكل عادي، حذف وكل شيء زي عاده. لو سويت ريموف الحين ليلو راح يحذفه عادي، ما عندك مشاكل. انتر، تم حذف ليلو. طيب لو ما في برنامج معين بحثت عنه ما حصلته باسطوانات عندك، تدخل على سودو نانو اي تي سي ابت سورس ليست بشيء. اوكي، وش نسوي؟ راح نوقف الديفيديات هذه، نقوم نشغل اللي هنا المستودعات الاونلاين. طبعا مستودعات الاونلاين احنا تكلمنا عنها سابقا من وين نجيبها. سودو ابت جيت ابديت، لازم تسوي ابديت كل مره تغير، تمام. الان بدا يجيب المعلومات من الانترنت. الفائده منها انك ممكن تحمل حزم كبير وضخمه بثواني بسيطه. يعني عندك الكي دي اي، سطح المكتب هذا عندي حملته كله من الدي في دي تقريبا بلمح البصر، تمام. يعني هو 800 ميجا ما بسرعه حمل، ما اخذ فتره طويله. انت درس اليوم، اللي عنده اسئله اي استفسارات اي شيء تحت فيه رابط المنتدى الدعم، رجائي الخاص لا حد يسال سؤال ما له علاقه بالفيديو، اوكي. اللي عنده سؤال ما له علاقه بالفيديو ينطلق الى منتدى الدعم. افضل منتدى الدعم لاني موجود دائما هناك. نشوفكم ان شاء الله بالدروس الجايه وفي امان الله.